شكله اليوم مبلش معي بشغلات حلوة. قميص مازن بالنسبة إلي كأني لقيت كنز. ميتين روبية. منيح، مناح كتير بيكفوني لليوم. هاي تذكرة فيلم؟ 200 روبية؟ العمى عالحكي، بس واحدة ب200؟ هذا يعني تذكرتين بيطلع حقهم 400 روبية، والله كتير. شكله ابني مازن ماشي على العمياني ورا مرته وبلش يصرف مصاري كتير بلا طعمة. لازم تتحركي وتعملي شي بسرعة سافي. جانو بنتي؟ ياي لك ليش عم تبكي؟ إيه لكان جيتي على هالبيت وكنتي مفكرة تبكيني إلي. قومي قومي بدي ياكي، قومي قومي يلا قومي يلا، لا تخافي أنا بكملهم عنك. قومي يلا تعي، بدي منك شغلة، خدي هالشنتاية وهي كمان 100 روبية وروحي على السوق جيبي لي ربع كيلو جزر وربع كيلو باذنجان وربع كيلو بطاطا وربع كيلو بندورة مستوية وربع كيلو بصل وربع كيلو خيار وشوية فلفلة خضرة. تشتري كل هالغراض ب50 روبية وبزيد معك 50 بترجعي لي اياها. شوفي شي مشكلة؟ لا بس 50 روبية كيف بدها تكفي؟ ليكي ربع كيلو باذنجان ب4 روبيات وربع كيلو بطاطا ب4 روبيات وربع كيلو جزر ب6 روبيات والباقي. امي ما فينا نجيب هالخضرة بهالسعر ابدا. بلا فينا نجيبون، ليك السوق قريب كله خطوطين والخضرة مليانة وكتير منيحة هنيك وكمان كتير رخيصة، يمكن ما كان لازم اجي واطلب منك. خلص انسي الموضوع، خلص ماشي انسي، لا تعذبي حالك وتروحي هالمشوار. بس شو اعمل لانه الميزانية تخربطت كتير الاسبوع الماضي. قصدي انتي ومازن رحتوا مشوار لبرا واكلتوا بالمطعم وحق الصحن 50 روبية اقل شي وحق البطاقة 200 روبية، يعني البطاقتين بيطلعوا ب400 روبية. ولهيك لازم حاول دبر اغراض البيت بهالكام قرش البقياني. امي نحن لا ما عندي مشكلة، روحوا وين ما بدكن، بس لأنه جوزك اشترى لك شوية اغراض وانت عندك منن، انا مين لحتى اتدخل، هو يلي بجيب المصاري. ابني مازن قلبه كتير طيب وحنون كتير، بس يا بنتي جيبته مو كبيرة كل هالقد. بس ليكي انتي ورايحة هلأ امشي بسرعة بسرعة لا تبطئي، لأنه إذا تأخرتي رح يكون السوق سكر. وانتي راجعة كمان امشي بسرعة أسرع من الروحة لأنه بدك تجيبي لنا بطيخ. ايه هيك هيك ايه. برافو. ساشو تعا بسرعة، ماما ليكي هي شوفي أخي شو جايب معه. شو بك؟ أخونا شكله بطل يخجل من بعد اليوم، صاير رومانسي زيادة هالأيام، وشكله مرت أخي. هالشي بسببك أنتي، والله مانك قليلها. هاتيها من إيدي. عمو قول له لمازن شوفه شوف أخي حاجز بطاقتين على مدينة بهبا الشوار وأنا كمان بدي روح معهم. مم.
إيه لكان أخي ترتيبات صارت واضحة. طبعاً هذا حبك الأول، هذا أول شهر عسل إلك، مو هيك أخي؟ ماما هلأ برجع، بس بدي أحكي تليفون. مبروك مرت أخي. أصلاً مبارح عمه هو يلي قال لي احجز البطاقات. أختي سمعتي شو قال؟ أخي بده يروح على شهر العسل لأنه عمه هيك بده، لو غير هيك هو ما بده أبداً. ها مشان هيك البطاقات صاروا فوراً معه خلال 24 ساعة وما تردد بنوم. فانتو بس بقى قديش بدك تضلي عم تتغلظي؟ روحي كملي شغلك. مازن يلي عملته انت هو الشيء الصحيح، لازم تلاقي وقت إلك ولمرتك مشان تكون مرتاحة، هذا الشيء من حقك انت وياها. المرأة اللي بتكون مبسوطة ومرتاحة بحياتها بتخلي العيلة كلها مرتاحة. شوف مثلا انت اليوم عم تشتغل بكراج لشخص تاني، ويمكن بكرة يصير عندك كراج خاص وهالشي بيخلي دخلك يزيد. اليوم انت بدك تروح على شهر العسل والإجازة، بجوز تكون إجازتك بالمستقبل بمكان تاني. مو على أي مكان، على سويسرا عمو. على سويسرا؟ بصراحة إذا تحسنت أمورنا المادية رح روح على سويسرا، كتير حلوة، شفتها بالأفلام كتير حلوة. وفي شخص خبرني إنها مكان غير شكل، يعني هنيك في تلج طول السنة. إذا بتبين حلوة هالقد على الشاشة رح تكون بالحقيقة أكيد. فاندو كلامك عن جد صحيح، مازن تغير عن جد. الشخص يلي متعودين عليه يشتغل ليل نهار ويتعب مشان يطلع مصاري عم يفكر يصرفهم على حاله، وعم يخطط يروح لسويسرا كمان. سويسرا فرد مره كمان بده. شو انا بفكر 10 مرات قبل ما اروح على سيوري من هون، وانت بدك تروح على هي اللي قديش هي بعيده. شو هو القطار اللي بيوصل عليها؟ وكم محطة فيه لتوصل لهنيك؟ والبطاقة تبع الدرجة الثانية قديش حقها؟ يا ماما الحبابة والطيوبة، مو على سيوري قال، على سويسرا. ما بيروحوا بالقطار، بيروحوا بالطيارة. بالهواء؟ ايه بالهواء. جاي على بالي عطسي حدا، لازم عطسي حدا هلا. شو كل هالشموع؟ الحقيقة ماما كانت تشغل شموع بهالطريقة كل سنة، اليوم هو يوم مبارك بالسنة، وكانت ماما معودتنا نعمل هيك، مشان هيك نحن كمان بدنا نعمل هيك ببيتنا. لهالسبب شغلت كل هالشمعات، اليوم هو يوم مميز بالسنة، الضو بيساعدنا على نسيان عتمة الدنيا. فيني اطلب منك طلب؟ أكيد، تفضلي مدام جانا. مازن لا تحكي معي برسمية، اللي جانا وبس. ماشي. أخي شو هالحلو؟ شي رومانسي والله. ليك بلشت غار منك، والله جاي عبالي اتجوزها. يا سلام شو هالديكور الحلو هاد، بجنن كتير. اخي بسرعة يلا امشي بسرعة، الكل ناطرينك برا، بدنا نروح على الصلاة كلياتنا سوا. ايه يلا روح انت، رح نلحقكم. مو هيك؟ جانا؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.